بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة، قسم النهائي شعبة العلوم التجريبية، أقدم لكم تصحيح باك 2018، الموضوع الأول والتمرين الثالث. أولا، حل في مجموعة الأعداد المركبة سي المعادلة ذات مجهول زد التالية: زد مربع ناقص جذر 3 زد زائد 1 يساوي 0. لهنا رانا أمام كثير الحدود، معادلة من درجة ثانية، نطبق لها المميز تاعها، نشوفو نستصلو إلى ناقص 1 معناه إي مربع. إي هي أساس العدد المركبة. إذا زد أ هي دونك A B ناقص B زايد جذر دلتا على 2، ولهنا ناقص B ناقص جذر دلتا على 2. ثانيا، المستوى المركب منسوب لمعلم متعامد متجانس O U V، A B C 3 نقط من مستوى لاحقته على الترتيب. زد أ هو 1 على 2 زد إي جذر 3 على 2، وزد بي هي جذر 3 على 2 زد إي على 2، وزد سي هي المرافق لزد بي أي جذر 3 على 2 ناقص إي على 2. اكتب زد أ زد بي على الشكل الأسي، ثم عين القيم العدد الطبيعي أن بحيث يكون زد على زد ولكن قوة ان تساوي 1 زائد اي جذر 2 3 على 2. اولا نبداو في طول للمركب زد ا، الطول تاعو هو 1، زد بي طول تاعو هو 1. تشوفوا الحسابات، ما ندخلش في التدقيق. إذا زد ا بصفة عامة هي الطول تاعو زد ا مضروب في كوسينوس تيتا ا زد اي سينوس تيتا ا، معناه 1 على 2 زد اي جذر 3 على 2. نديرو المطابقة. كيف المطابقة؟ معناه زد ا كوسينوس تيتا يساوي 1 على 2، لان زد ا تساوي 1 دونك ما نتكلموش عليه. اذا كوسينوس تيتا ا يساوي 1 على 2، وسينوس تيتا ا يساوي جذر 3 على 2. وهذه الحالات مدلنا تيتا ا يساوي بي على 3 ب 2 كابي. إذا زد أ تساوي أسيا إي بي على 3. نقوم بنفس العمليات بور زد بي، وصلنا إلى أسيا إي بي على 6. إذا نحسب زد أ على زد بي، هاكم تشوفوا الآن، نعوضوا تولي أسيا إي بي على 3 على أسيا إي بي على 6. إذا أسيا إي بي على 6، وهذه مادام هذه أكل تولي أس إن، هاي تولي أسيا إي إن إن بي على 6. ونعرفوا بلي أو أسيا إي إن بي على 6 هي كوسينوس ان بي على 6 زائد اي سينوس ان بي على 6. لنا نطبق هذه تروح مع هذه، وهذه تروح مع هذه. اذا هنا النتيجه كوسينوس ان بي على 6 يساوي 1 على 2، وسينوس ان بي سي يساوي جذر 3 على 2. معناه أن الزاوية هذه ان بي على 6 هي بي على 3 ولكن زائد 2 كابي، بالترديد 2 كابي بالترديد.
لنا عندنا كما تشوفوا معادلة نضربها في 6 في الطرف الأيسر و 6 في الطرف الأيمن، مش مثلنا ان بي 2 بي زائد 12 كابي. لنا نلاحظوا بلي بي نقدر نحيوها، مدلنا ان يساوي 2 زائد 12 ك، ك هو عدد طبيعي. اذا ان ياخذ 2 زائد 2 ك على حسب ك، ك يساوي 1 معنى ان تساوي 14، ك يساوي 0 معنى ان يساوي 2، ك يساوي 2 معنى 2 زائد 24 يسمى 26. السؤال الثالث، تحقق أن زد بي على زد سي هي أسي إي بي على 3 وحدد طبيعة المثلث أو بي سي. أولا نشوف الطول تاع زد سي ونشوف الزاوية المرافقة، الزاوية المناسبة له. إذا الطول تاعو هو 1، نشوفو لهنا يولينا زد سي بسك الواحد ندخلوش لنا بسك واحد كوسينوس تيتا سي زائد اي سينوس تيتا دي مطابق ل جذر 3 على 2 ناقص اي على 2 اللي هنا مراقب مرافق ل زد ب. هذه الحاله هذه لو كوسينوس تيتا سي والسينوس تيتا سي واحد يمدلنا جذر 3 على 2 وناقص 1 على 2، تيتا سي هي ناقص بي على 6 بالترديد 2 كابي. إذن زد سي هي أسيا ناقص إي بي على 6. زد بي على زد سي نعوض واش ننتج؟ ننتج بلي زد بي على زد سي هي أسيا إي بي على 3، وهذه هي المطلوبة. هذه المطلوبة. طبيعة المثلث او بي سي، زد بي هي او بي، الطول تاع زد بي هو او بي والطول تاع زد سي هو او سي، لكلتا هذ الاطوال واحد واحد معناه او بي تساوي او سي، ومنه ان المثلث متقايس الاضلاع. ثلاثة بي، استنتج ان بي هي صورة سي بدوران ار، يطلب تعيين عناصره المميزة. نعرف بلي زد بي تساوي زد سي أسيا إي بي على 3، أي أو بي شعاع أو بي يساوي أو سي أو بي مضروبة في أسيا إي بي على 3. ما معنى هذا هذه العلاقة هذه؟ معناها بلي بي هي صورة سي بدوران آر، الزاوية دوران هي بي، تيتا هي بي على 3، ومركز دوران هو أو. رابعا نسمي جاما مجموعة النقط أم من مستوى ذات اللاحقة زاد التي تحقق هذه العلاقة. عين طبيعة المجموعة جاما ثم عين صورتها بالدوران R. طول زد يساوي الطول لزد بار ناقص زد بي مرافق لزد، اي لا نبدا من زد طول تاع زد هذاك هو طول لزد بار ناقص جذر 3 زائد اي على 2، وهذه تعرفوها هذه هي كلها زد بي. إذا درنا لابار، هذه لابار الخط هذا على زد، على الطول تاع زد، هي كيف كيف، زد طول تاع زد يساوي طول تاع زد بار تاع المرافق. إذا كي نديرو لابار لهنا، نديرو المرافق لي زد، لطول زد، المرافق الطول للمرافق لزاد هو طول
للمرافق لي زد بار ناقص زد بي. إذن هذا لبار، لبار هذه مرافق للمرافق هو زد ناقص المرافق لزد بي وهو زد سي، كما مطروح في النص نتاع التمرين. إذن رانا في حالة زد بار طول تاعو يساوي زد ناقص زد سي والطول، معناه لنا او ام زد يساوي سي ام. طبيعة المجموعة جاما هي محور القطعة المستقيمة، محور هذا هو المحور القطعة المستقيمة ها او سي، هذه هي جاما. بما ان ار تحويل ار او تساوي او، معناها صورة او هي او بالدوران ار، او هو مركز مبدأ المعلم، مركز المعلم مركز دوران، ب هي صورة سي بالدوران ار. فأين صورة جاما بالدوران ا؟ هي محور القطعة او بي، هاي محور القطعة، محور القطعة كما موجود في الشكل. والسلام عليكم ورحمة الله.